أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن صدق الله العظيم.